عندنا لقاء حصل مع معاذ. معاذ قلت لي طولك كم يا معاذ؟ طبعا انا اول ما جيت سلمت على حذيفه، هو قاعد عايم في دي انا دقائق قاعد عايم في مصدوم. انا قاعد عايم في سطر هنا، يعني انا قمت كسر مصدوم هنا. انا اطول منه بكثير. اهلا يا عيال، انا نسيت. طيب يعني انا وطاهر واروى يعني خضنا يعني جلسه جميله، عبرنا فيها كثير، كان في حضور، كان في جمال، كان في طاقه حلوه. فانا حسيت بانتماء، حسيت باحتواء ودعم وتقبل، وظهرت افكار وظهرت افكار حلوه كثير ونورت حياة كثيره. فحبيت القعده، احنا كنا كانت قاعده يعني مع مجموعه كبيره مع الناس، ويعني اخر حاجه احنا فضلنا احنا ثلاثه، فحبيت اوثق اللحظه دي. ف ثانك يو كثير. ثانك يو ارون. شكرا ثانك يو طاهر. حبيبي باي باي. اوكي 1 2 3 عيش عليه قلبي، ما فينا شكريني ومسكين، عيش عليه.